وليس الإيمان هو القول باللسان فقط بدون اعتقاد القلب كما تقوله الكرامية، لأنه على هذا القول يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم يعترفون بألسنتهم ولكنهم ينكرون في قلوبهم. وقد حكم الله عليهم أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول تلفظ يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني بقلوبهم تلفظون بألسنتهم، وفي الآية الأخرى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ومجرد القول ما يكفي، بل إن الله قال عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة سترة وصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم. فالنطق باللسان لا يكفي، ولو اعترف الإنسان حتى لو قاتل وجاهد مع المسلمين، لو صلى وصام ما يكفي هذا حتى يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه.